حاكم سجن من السجون أو رئيس سجن من السجون يعطيني زنزانة صغيرة في السجن ويمنع التليفون عني ويمنع الناس من زيارتي ويعطيني بس ورق وأقلام وأكتب. جميل. حتى أبتعد عن الدنيا شوية. وأنا سجنت عدة مرات في عهد البعث، مرة بالكويت ومرة لما كنت أدرس في العراق. وكنت تنام على لوح؟ أنام على الأرض. مرة على اللوح؟ أي نعم. الحمد لله، نعمة من الله. بس بالحقيقة أولا من ناحية الروحانية ارتفعت روحانيتي بشكل كبير جدا، ولأول مرة أشعر بهذه اللذة وأنا ساجد، ولأول مرة أشعر بهذه اللذة والدموع تنزل. بس أنت كده تشجع طواغيت العرب يسجنونك بكرة يا دكتور؟ والله أنا معلش، بس خلي يطلعون الناس اللي عندهم. إذا يعني مقايضة يعني بيطلع عشرات الآلاف من السجن. إذا تستطيع يا أخ عبد الكريم، بس أنا عايز أبتعد عن الرايح والجاي. إذا تعرف مسؤول عن سجن من السجون، والله دمعة نزلت من عيني الأسبوع الماضي. دخلت ناداني مدير أحد السجون وقال لي ألقي محاضرة على المساجين، واستأنسوا مني. فقلت إذا تحب أنا مستعد أقعد عندكم يومي أعطيكم محاضرة، بس أعطيني زنزانة لوحدي. ليلى أنا كنت نايم عنده، وسبحان الله كانت ليلى فيها سكينة عجيبة، يعني ما رأيتها وما حسست فيها من قبل. ليالي كثيرة اللي نمت عنده، لكن تلك الليلة كانت مختلفة تماما. وبعد صلاة الفجر جت الوالدة وبدأنا الغسيل، وما استمر الغسيل حتى نهايته، يعني توقف قلبه وإحنا نغسل له، ومحاولات الإنعاش كلها باءت بالفشل. لكن سبحان من أنزل السكينة علينا جميعا يعني في تلك الفترة. رأينا ناس جاءوا من أفريقيا، تأخر الجنازة يوم كامل تقريبا. في ناس جاءوا من أفريقيا، ناس جاءوا من السعودية، كثير من عدة مناطق في السعودية، في ناس جاءوا من الإمارات، من قطر، من دول الخليج، كلها تشهد جنازة الوالد رحمة الله عليه. بالإضافة إلى الشخصيات الرسمية من كل مكان كانت تتصل، قيادات في دول الخليج، خارج دول الخليج، البرقيات الرسمية اللي أرسلت. أحسس أن كل العالم كان يعزي في هذه الوفاة، عزانا بحجم الناس اللي انتشر الخبر بينهم والتأثر، اللي صلوا عليه صلاة الغائب في عدة دول إسلامية، في عدة دول أفريقية. المراكز كلها ضجت بالدعاء بالترحم عليه، أيتام، أبناء، الموظفين، العاملين، المستفيدين بالملايين، الكل يدعو له. ناس صلوا عليه صلاة الغائب في نفس اليوم اللي توفي فيه، في ناس عملوا العمرة نية عن عبد الرحمن سميط، ثوابه لعبد الرحمن سميط، في ناس عملوا مشاريع بثواب عبد الرحمن سميط. هذا الإرث اللي يورثه الشخص في هذه الدنيا، الذكر الحسن ودعاء الناس له.